لسه ما برد. الشاي عم يغلي، اشربه بس يبرد. قلت لك نادي لمتري بدي احكي معه شوي، ليش ما عم بتنادي له؟ ما بدك تنادي له؟ لا تنادي له، انا بطلع لعنده. بس هاي متري، دكتورة مو قلتي لي انه لازم جيب حدا بمكانة امه؟ هي بتكون خالته لابني. رح تديري بالك على الطفل؟ انت اعتنيتي شي مرة بطفل بهالعمر؟ ولا هي أول مرة؟ هي لا دكتورة. سيد أشيش، نحن لازم نتأكد إنه الطفل بأمان مع يلي رح يربي لبين ما تصحى أمه نانديني. بعتذر، ما فيني سلمكن الطفل هلأ. اختي عادي 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 ارتاحي عادي عادي تفضلي ارتاحي. شو بدي اعمل اذا قعدت؟ اقعد اصفن فيكن اتنيناتكن؟ مرت اخي المسكينه متري تعبت كثير بهالكم يوم، لازم نخليها ترتاح شوي. شو اللي ما قلته لهالمسكينه انا؟ مو منيحه وحظها سيء. بعرف الشخص اذا بيعتذر ما بتقل قيمته ابدا، بالعكس بيقل ندمه، لهيك بدي اشوفها انا. كثير منيح مرت اخي انه قلبك رأي شوي اتجاه متري، بس مرت اخي فيكي تحكي معها بعدين، ارتاحي هلا. اختي تفضلي اشربي الشاي. شو صار لي انا فجأة هلا؟ حاسة حالي نعسان كتير. دكتورة أنا بفهمك أكيد، بس حاولي أنت تفهمينا. أشيش بعرف أني مو أنا اللي حملت فيه، بس هذا الطفل رح يخليني أم أكيد، لأنه ابنه لناندو أنا رح أحبه يمكن أكتر من روحي، رح حبه ورح دير بالي عليه. صدقيني ممكن أعمل أي شيء لحتى ما خلي أي شيء يضايقه. بعرف حالي. رجاءً دكتورة أنتي فيكي تختبريني إذا بدك تكوني مرتاحة. إيه إذا شفتي هالشي قدامك أنتي رح ترتاحي دكتورة. بترجاكي ليكي. نعم جيبي لي الطفل.